بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى مشايخنا وأساتذنا وعلى أحبابنا وذوينا وعلينا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم قول المصنف: ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب والآلات والجوارح. توطية لهذا المتن قال الشارح: ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت، فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل. أشار إلى الجواب بقوله: نعم، استدل القائل بكون الاستطاعة قبل الفعل، يعني هذه مسألة، هل الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل؟ هذه مسألة. هل الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل، يعني مقترنة مع الفعل؟ ذكرنا للاستطاعة يعني معنى قبله، يعني الاستطاعة هذه مسألة سبق بعض منها، يعني والاستطاعة مع الفعل ثم وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل، هذا الذي يريد بالاستطاعة. ثم هل هذه الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل؟ المتخالفون في أهل السنة في هذه المسألة أهل السنة والمعتزلة. المعتزلة قالوا إن الاستطاعة قبل الفعل، أهل السنة أهل الحق قالوا إن الاستطاعة مع الفعل. إذن هؤلاء يعني القائلون بأن الاستطاعة قبل الفعل، يعني المعتزلة، استدلوا على دعواهم. ينبغي أن تكون الاستطاعة قبل الفعل، لماذا؟ وإلا يكون مكلفا مع العجز، هذا يكون تكليف العاجز، تكليف العاجز باطل، لذلك ينبغي أن تكون الاستطاعة قبل الفعل، هكذا استدلوا. فإذا أجاب المصنف: نعم ذاك صحيح، لكن تلك استطاعة أخرى بمعنى آخر، يعني الذي يقتضي التكليف ليس هذه الاستطاعة، الاستطاعة يعني حقيقة القدرة، ليس هذه الاستطاعة، بل التكليف يقتضي استطاعة أخرى، يعني سلامة الأسباب والآلات والجوارح، هذه الاستطاعة هي التي يقتضيها التكليف، يتوقف عليها
صحة التكليف. أما حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل فلا يقتضيها التكليف. نعم. ذلك قال: ولما استدل القائل بكون الاستطاعة قبل الفعل، من قائل معتزلة كما سبق، بأن التكليف حاصل قبل الفعل، هذا صحيح. التكليف حاصل قبل الفعل، نعم. كل كافر حال كفره هو مكلف بالإيمان، كذلك فور دخول أوقات العبادات يكون المكلف أو يكون العباد مكلفين بهذه العبادات. نعم. ثم هذه الصلاة وأمثالها موسع، وقتها موسع، فيجوز للعبد تأخيرها إلى آخر وقتها. مع ذلك هو مكلف من أول الوقت. هكذا ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان وتارك الصلاة، يعني ضرورة أن تارك الصلاة مكلف بها بالصلاة بعد دخول الوقت. فلو لم تكن الاستطاعة متحققة، يعني في هذه الأوقات لو لم تكن الاستطاعة متحققة يعني ثابتة موجودة، لازم حينئذ يعني وقت التكليف لازم تكليف العاجز وهو باطل، يعني تكليف العاجز باطل. هكذا استدلوا وأشار المصنف إلى الجواب بقوله: ويقع هذا الاسم، يعني لفظ الاستطاعة، هذا الاسم يعني الاستطاعة واقعة على سلامة الأسباب والآلات والجوارح، يعني الاستطاعة استطاعتان، يطلق اسم الاستطاعة على أمرين، الأول حقيقة القدرة التي يكون بها يكون الفعل، حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل هذه، وكذلك الأمر الثاني يعني سلامة الأسباب والآلات والجوارح. إذن ما يتوقف عليه التكليف هذه الاستطاعة الثانية، يعني سلامة الأسباب والآلات والجوارح، وبوجود هذه الاستطاعة يكون العبد قادرا، يجوز التكليف له بأي عبادة. ثم أما حقيقة القدرة هي مقترنة بالفعل، لا يقتضيها التكليف، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني هذه الاستطاعة بهذا المعنى ورد في النص، يعني في القرآن، من استطاع إليه سبيلا، ما معنى وهو يستطيع، يعني سلامة من له سلامة الأسباب والآلات والجوارح حتى يقدر على الركوب وعلى تحمل مشاق السفر وهكذا. نعم. فإن قيل الاستطاعة صفة المكلف وسلامة الأسباب والآلات ليست صفة له، فكيف يصح تفسيرها بها؟ يعني هنا من استطاع إليه سبيلا، هذه الاستطاعة والمذكورة في هذه الآية فسرها الشارح وقال: المراد بهذه الاستطاعة سلامة الأسباب والآلات والجوارح. فإذا ورد عليه ماذا؟ استطاعة صفة المكلف كما هو ظاهر الآية، من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، هذه الاستطاعة صفة من؟ صفة المكلف. سلامة الأسباب والآلات ليست صفة له، بل سلامة الآلات صفة للآلات للأسباب، ليست صفة للمكلف. فإذا هذا التفسير ليس بحسن، أو يعني ليس بصحيح، هكذا هو يريد، ليست صفة له، فكيف يصح تفسيرها بها؟ تفسير الاستطاعة يعني في هذه الآية بها بسلامة الأسباب والآلات. فإذا هذا الإيراد نشأ من هذا التمثيل، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلنا المراد سلامة الأسباب والآلات له،
سلامة الحالة لمن؟ للمكلف يكون صفة له. سلامة حالة المكلف صفة للمكلف. نعم. سلامة جوارح سلامة الأسباب والآلات والجوارح له لمن؟ للمكلف. هذه السلامة صفة له كما أن الاستطاعة صفة له فلا مشكلة. ثم والمكلف كما يتصف بالاستطاعة يتصف بالاستطاعة يتصف بذلك يعني بالسلامة إليه. يقال فلان مستطيع، زيد مستطيع. كذلك يوصف زيد بسلامة آلاته وأسبابه وجوارحه. بذلك حيث يقال هو ذو سلامة الأسباب، زيد ذو سلامة الأسباب، أو سلمت أسبابه وجوارحه وآلاته، هكذا يمكن. إلا أنه لتركبه لا يشتق منه اسم فاعل، لكن هنا يعني فرق بين الاتصافين. هذا استطاعة ليس مركبا، استطاعة ليس مركبا، يعني ليس في معناه تركيب، بل هنا يعني في ذو سلامة الأسباب فيه في معناه تركيب. ذو يدل على معنى، سلامة يدل على جزء من المعنى، الأسباب يدل على جزء آخر. فإذا ذو سلامة الأسباب يتركب من ثلاثة أجزاء، لذلك لا يمكن اشتقاق صفة اسم فاعل يطلق على عبد. كما يستطاع كما يشتق من اسم فاعل من الاستطاعة ويطلق على عبد. هكذا فرق النام، لتركبه لا يشتق منه اسم فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة. وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة. بقية الجواب، نعم هذا جواب المصنف، هذا بقيته. التي هي سلامة الأسباب والآلات للاستطاعة بالمعنى الأولي، للاستطاعة يعني لا تعتمد على الاستطاعة بالمعنى الأول، حقيقة القدرة التي بها يكون الفعل، يكون بها الفعل. نعم. لا صحة التكليف لا تعتمد على تلك الاستطاعة، للاستطاعة بالمعنى الأول. فإن نريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فلا نسلم استحالة تكليف العجز. فإذا لو أراد هذا المستدل، هذا صاحب هذا الإراد، المستدلون لو أرادوا بالعجز أي شيء، عدم الاستطاعة بالمعنى الأول يعني عدم القدرة التي يكون بها الفعل، فلا نسلم استحالة تكليف العجز، ذاك العجز يكلفنا مع عدم الاستطاعة. وإن نريد بالمعنى الثاني فلا نسلم لزومه، وإن نريد بالمعنى الثاني لا نسلم لزومه، معناه لزوم تكليف العاجز. وهناك لا يكون تكليف العاجز، لماذا؟ هو مستطيع، يعني هو ذو سلامة آلات وأسباب، هكذا. أما لجواز أن يحصل قبل الفعل هذه الاستطاعة بالمعنى الثاني، يعني سلامة الأسباب والآلات كلها موجودة قبل الفعل، فإذا ليس هناك تكليف العاجز. وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل، يعني هذه الاستطاعة بالمعنى الأول هذا غير موجودة متحققة، ومع ذلك لا يلزم منه تكليف العاجز وهو الباطل. وإن لم تحصل وهو حالية، يعني والحال أنه لم تحصل هذه القدرة، هذه الحقيقة القدرة، هذه الاستطاعة، لكن وجد الاستطاعة بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني، هذا يكفينا. ثم وقد يجاب بأن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله.
هذا جواب آخر عن استدلالهم. ذكر المصنف جوابا عن استدلالهم، هم استدلوا بأي شيء؟ لما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر، هذا استدلال. أشار المصنف إلى الجواب وقد يجاب، يعني يمكن جواب آخر عن هذا الاستدلال، ما هو؟ بأن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان، يعني الكافر مكلف بالإيمان، وهذا الكافر حال كفره مستطيع للإيمان. لماذا؟ هو صار كافرا بصرف استطاعته التي كانت صالحة لصرفها إلى الإيمان، وهذه الاستطاعة صرفها إلى الكفر وصار كافرا. فإذا حقيقة القدرة التي بها الفعل هذا موجودة متحققة، لذلك صار كافرا. كان في وسعه أن يصرف هذه القدرة أو هذه الاستطاعة إلى الإيمان، لكن هو الذي ضيع. يمكن أن يجاب بهذا أيضا، بأن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان، ولا اختلاف إلا في التعلق، يعني هو علقها بالكفر، كان بإمكانه أن يعلقها بالإيمان. إذن كلما كان كافرا يصح أن يكلف بالإيمان. لماذا؟ عنده هذه القدرة موجودة، نعم هذه الاستطاعة موجودة. طيب، ولا اختلاف إلا في التعلق، وهو لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة. هذا اختلاف بالتعلق لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة، فالكافر قادر على الإيمان المكلف به، إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان فاستحق الذم والعقاب. نعم. طيب، ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل، هكذا يمكن أن يجاب. وقال وقد يجاب، لكن في هذا الجواب شيء من الضعف. هذا الذي ذكره الشارح، ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل الفعل، يعني لو آمن هذا الرجل متى كانت قدرته على الإيمان؟ يعني قبل الإيمان، حينما كان متلبسا بالكفر، أو كلما كان متلبسا بالكفر هو مستطيع على الإيمان، هذه الاستطاعة هذه القدرة كانت سابقة على الإيمان، هكذا يأتي. نعم. ثم لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة. نعم. فإن نجيب يعني عن هذا الإيراد الذي عبر عنه بقوله ولا يخفى أن في هذا الجواب، لو أجيب عنه بأن المراد أن القدرة وإن صلحت للضدين لكنها من حيث التعلق بأحدهما لا تكون إلا معه، حتى ما يلزم مقارنة حتى أن ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل، وما يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به، هكذا لو أجيب. وأما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين، قلنا هذا مما لا يتصور فيه نزاع، بل هو لغو من الكلام فليتأمل. فإن نجيب بأن المراد أن القدرة فإن صلحت للضدين، قدرة صالحة للضدين كما سبق من مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لكنها يعني هذه القدرة من حيث التعلق بأحدهما بالكفر أو بالإيمان لا تكون إلا معه،
يعني هذه القدرة لو تعلقت بالكفر فالقدرة لا تكون إلا بالكفر إلا مع الكفر. كذلك القدرة المتعلقة بالإيمان هل تكون قبل الإيمان؟ لا تكون قبل الإيمان بل تكون مع الإيمان فقط. هكذا لو قيد يعني بالتعلق هكذا يجاب. إلا ما حتى إن ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل، هذه هي القدرة المقترنة بالفعل. فما يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به يعني بالترك، هكذا لو قيل. أما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين، يعني رجل أعطي قدرة عنده قدرة وهذه القدرة صرفها إلى الكفر، فإذا عندما صرفها إلى الكفر وعلقها به صارت القدرة مع الكفر، ومع ذلك هو قادر على صرفها إلى الإيمان. فإذا القدرة التي بها تكون الفعل هذه لا تكون قبل الفعل يعني قبل الإيمان ولا قبل الكفر، بل تكون هناك قدرة مطلقة إما تتعلق بالإيمان أو تتعلق بالكفر. هكذا لو أجيب هكذا فماذا نقول؟ قلنا هذا مما لا يتصور فيه نزاع بين من؟ بين أهل الحق والمعتزلة. بين أهل الحق والمعتزلة لا يتصور فيه نزاع. لماذا؟ فإن كلهم قائلون بكون القدرة المتعلقة بالفعل معه لا قبله. القدرة التي تتعلق بكل فعل تكون مع الفعل فقط لا تكون قبله، لم يقل به أحد. وأما النزاع بينهما في نفس القدرة التي بها الفعل، هل هي متقدمة على الفعل أم لا؟ أم لا يكون كذلك؟ نعم. ثم هو له لغوم من الكلام فليتأمل. ما هو وجه التأمل؟ وجه التأمل أن نفس القدرة لا يجوز أن تكون متقدمة متعلقة بالضدين عند أهل الحق أصلا. نفس القدرة هل تكون أن تكون متقدمة متعلقة بالضدين؟ لا تكون متقدمة متعلقة بالضدين عند أهل الحق، نعم عند عامة أهل السنة. ثم ما ذكر عن الإمام الأعظم هذا صحيح، يعني هذا خلاف بين أهل السنة، هل يكون هل هناك قدرة واحدة صالحة للصرف إلى الضدين إلى الإيمان والكفر إلى فعل الصلاة وترك الصلاة كذا كذا كذا؟ هو قال هكذا، لكن قال غيره من الأئمة أن هذه القدرة غير تلك القدرة. ثم مسألة أخرى، ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.